ينضم معنا من اسطنبول السيد صلاح الدين العواودة المختص بالشأن الفلسطيني. أستاذ صلاح الدين مرحبا بك. لجنة الانتخابات الفلسطينية تؤكد جاهزيتها فنيا لإجراء الانتخابات العامة. ما إمكانية إجراء انتخابات فلسطينية في ظل هذه التوترات المحلية والإقليمية وتوسع الاستيطان الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. يسعد مساك أخي والمشاهدين جميعا. الحقيقة الحديث عن انتخابات الساحة الفلسطينية أعتقد أنه حديث لا وزن له ولا قيمة على أرض الواقع، لأن الانتخابات عقدت الأزمة الفلسطينية، أزمة الانقسام التي جرت في الانتخابات التي جرت عام 2006، ولم يتم احترامها لا فلسطينيا ولا عربيا ولا دوليا. وبالتالي الانتخابات الآن، وسواء من يعلن برغبته بالانتخابات أو يعلن موافقته على الانتخابات فيما لو جرت أو استعداده للانتخابات، لا يقدم حلا للانقسام الموجود في الساحة الفلسطينية. الموضوع ليس موضوع انتخابات، هناك انقسام في القضية الفلسطينية، انقسام في النظام السياسي الفلسطيني، لا يحل هذا الانقسام الانتخابات. هب أن الانتخابات جرت اليوم في الساحة الفلسطينية وخرجت النتائج متماثلة، حصلت حركة حماس على نصف مقاعد المجلس التشريعي، وحصلت حركة فتح على النصف الآخر. ماذا سيكون بعد؟ يعني نحن وضعنا مشابه لوضع الكيان الصهيوني الآن، أجرى انتخابات أخرى بعد 6 أشهر من الانتخابات الأولى. ماذا غيرت هذه الانتخابات؟ أعادته لنفس المربع، وقد يعود له أيضا بعد عدة أشهر، قد لا يستطيع الآن تشكيل حكومة وحدة وطنية فيعود للانتخابات بعد عدة أشهر. المشكلة ليست في الانتخابات، والانتخابات لن تحل المشكلة. لدينا نظام سياسي فلسطيني يعاني من قصور وعجز، هذا النظام يحتاج إصلاح، وهذا يحتاج إلى إرادة سليمة من طرفي النزاع أو طرفي الانقسام الفلسطيني، وهذا ما لم نراه حتى الآن، حتى تعقيب حركة فتح. في ظل ما تحدثتم مع أجواء الانقسام الفلسطيني، الانقسام في النظام السياسي، إلى أي مدى تعتقد أنه ربما تكون الانتخابات حرة ونزيهة؟ حتى لو كانت، يعني في ظل الظروف الحالية صعب الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة. في ظل الانتخابات، يعني وهذا لا يشكك في الانتخابات التي حصلت عام 2006، كانت في ظروف مشابهة، ولكن لم يكن أحد يعلم ماذا ستكون نتائج الانتخابات، وبالتالي ترك الانتخابات تجري بيسر وبسهولة وبدون تدخل، وكانت انتخابات نزيهة شهد لها العالم. لكن لنفترض أن انتخابات جديدة ستجري بنفس النزاهة، وسيسكت عنها الاحتلال، ستسكت عنها أمريكا، سيسكت عنها النظام العربي، وستسكت عنها السلطة الفعلية في الضفة الغربية مثلا، وستجري هذه الانتخابات كما حصلت. ماذا عن الناخب الفلسطيني، الناخب في الداخل الفلسطيني، كيف ينظر إلى هذه الانتخابات؟ إلى أي مدى ترى أن الناخب ربما يجد نفسه معنيا بها؟ لا أرى بأن الناس معنيون بانتخابات، لا يوجد أحد يطالب بانتخابات، هم يطالبون بإنهاء الانقسام، ولكن طرفي الانقسام يهربون إلى مسألة الانتخابات كهروب إلى الأمام. يعني يقولوا تعال نجري انتخابات، الانتخابات ماذا ستقدم؟ أنت أجريت الانتخابات اليوم وخرجت نفس النتائج وأغلبية برلمانية مثلا لحركة حماس. طيب، من سيعترف بحكومة حركة حماس إذا أرادت تشكيل حكومة؟ نعم، الفصائل الفلسطينية يعني تحدثت عن رؤية جديدة لإنهاء هذا الانقسام، ما مدى جديتها في ذلك؟ المشكلة ليست في جدية الفصائل ولا في رؤية الفصائل، المشكلة في جدية طرفي الصراع، طرفي الانقسام. المشكلة ليست الفصائل تطرح مبادرات هي جادة فيها وهي صادقة فيها وهي صادقة رغبتها في إنهاء الانقسام وفي المساهمة في هذا النظام وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني وبرأب هذا الصدع، لأن الكل الفلسطيني يعاني، سواء الفصائل أو حتى طرفي الانقسام أنفسهم، كل عائلة فلسطينية تدفع ثمن الانقسام الموجود. لكن للأسف طرفي الانقسام لديهم مشكلة كبيرة، لدينا سلطة في غزة ولدينا سلطة في الضفة الغربية، لا يوجد سلطة لا يوجد سلطة من السلطتين مستعدة. طيب، أمام هذه التوجهات أستاذ صلاح الدين، أمام هذه التوجهات الفلسطينية، كيف سيكون تأثير الانتخابات الصهيونية الأخيرة على هذه الرؤية الفلسطينية الجديدة؟ للأسف لا أرى بأن الانتخابات
الإسرائيلية سيكون لها تأثير. النظام السياسي الإسرائيلي وتعقيداته الداخلية تأثيراته داخلية إسرائيلية، لا يوجد تأثير على الجانب الفلسطيني. هناك من يتوقع تأثير في حالة تغير الحكومة من حزب إلى حزب آخر، قد يكون نظرته للحل مع الفلسطينيين مختلفة. أما انعكاس مباشر على الواقع الفلسطيني نتيجة انتخابات أو عدمها، لا يوجد أي تأثير مباشر. مع هذه التطورات الأخيرة والاهتزازات إن صح التعبير التي أصابت واشنطن وإدارة ترامب طبعا التي تدعم صفقة القرن، إلى أي مدى تعتقد فعليا إمكانية إعلان الصفقة أو تنفيذ هذه الصفقة على الأرض؟ أظن أن الصفقة فاشلة أساسا قبل أن تطرح، يعني وأنا أعتقد أنه لا يوجد لدى ترامب رؤية لحل الصراع في المنطقة، وهو يستفيد من الأزمة السياسية الفلسطينية من جهة ومن الأزمة السياسية الإسرائيلية من جهة أخرى. هو لا يجد من يطرح له هذه المبادرة أو هذه الصفقة. لو كان لدى الإدارة الأمريكية شيئا واضحا، أعتقد أنها لوجدت منذ جاء ترامب إلى الرئاسة لوجد الوقت المناسب لطرح مبادرته أو لطرح خطته. هو لا يوجد لديه أفكار واضحة حسب ما كل ما تم تسريبه سواء من الإعلام الإسرائيلي أو من الإعلام العربي أو الأمريكي. طيب. لا يوجد شيء واضح، لا يوجد شيء متفق عليه. أحيانا يتحدثون عن جانب اقتصادي. طيب أخيرا أستاذ صلاح الدين العواودة، يعني أمام هذا الإصرار الشعبي الفلسطيني على رفض الاحتلال بالطبع، يعني ثمة موانع من إيجاد رؤية ومشروع فلسطيني وطني موحد يجمع كل الفلسطينيين؟ للأسف الانقسام يجسد عدم وجود مشروع وطني يجمع الفلسطينيين، ولا يوجد مؤسسة فلسطينية يتبلور فيها مشروع وطني يجمع الجميع. ربما يدعو جميع الأطراف إلى شيء من هذا النوع، لكن في الواقع غير موجود. يعني رؤية حركة فتح والرئيس محمود عباس للقضية الفلسطينية ولحلها ومشروع الوطني في نظرهم ليس المشروع الوطني في نظر حركة حماس، ولا يوجد مؤسسة حتى نثبت من خلالها هل يوجد تقارب أم يوجد تنافر بين المشروعين أو بين الرؤيتين. يعني المفروض أن هناك مجلس تشريعي أو مجلس وطني يجمع كل الفصائل الفلسطينية، تطرح كل مؤسسة، كل حزب، كل تيار يطرح برنامجه السياسي، تطرح وجهة نظر ويتم النقاش، ولكن للأسف لا يوجد هذه القبة التي يجتمع تحتها الجميع ويطرحون برامجهم لنعرف المشترك وغير المشترك بينهم. لا. ليتفاوضوا على اتفاق على برنامج سياسي موحد مثلا. للأسف هذه القبة غير موجودة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بأن هناك برنامج اتفق عليه. من إسطنبول الأستاذ صلاح الدين العواودة المختص بالشأن الفلسطيني، شكرا لك.